من الواضح أن الأجواء في جنيف جيدة. وزير خارجية إيران يلتقي بمفوضات الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون قبل جولة المباحثات الموسعة. ويتوقع وزير الخارجية الإيراني أن تكون المفاوضات جادة، وأن الوصول خلال أسبوع إلى اتفاق في النزاع النووي أمر ممكن. ولم تدلي أشتون رسميا بأي كلمة، ولكن المتحدث باسمها أكد مجددا على وجوب تقديم إيران لعروض واضحة. لا أظن أن أحدا يتوقع نتائج فورية، فهذه عملية تفاوض، ولكننا نأمل في تحقيق خطوات ملموسة خلال هذا الأسبوع. ما سيقدمه المفاوضون الإيرانيون للدول الدائمة العضوية الخمس وألمانيا ليس معروفا بالضبط. يقول دبلوماسيون إن طهران عازم على التوقف عن تخصيب اليورانيوم عند حد 20%، فضلا عن وقف بناء مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل. من جهتهم لم يعلن شركاؤها في المفاوضات إن كان هناك تخفيف للعقوبات، فهم يريدون ضمانات بأن إيران لا تسعى لبرنامج نووي سري، في حين تعتزم الحكومة الإيرانية الجديدة كما يبدو تبديد هذه المخاوف في جنيف.